باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أخذ موضوع يشجعنا على التوبة شوية بعنوان مرفوضين. إحنا أغلبنا بنفكر بطريقة من اتنين، يا عندنا يأس وحاسين إن السماء دي بعيدة قوي وصعب نوصل، يا عندنا ثقة زيادة إن ربنا مش هيرفضنا خالص. والحقيقة الإنجيل أو صوت ربنا مش بيدعم لا ده ولا ده، يعني ما يحبش حد فينا يثق زيادة في إنه ضامن السماء، ما يحبش كده أبدا لآخر لحظة من عمرك. وطبعا الروح القدس والإنجيل ضد تماما إنك تيأس في أي لحظة وتقول ما فيش فايدة. إنما معلمنا بولس فاجئنا بكلمة على نفسه مع قمة يعني تقواه وخدمته لما قال إيه؟ إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، يعني أنا بجري وأنا شايف أنا رايح فين، ليس عن غير يقين يعني كأنه عن يقين، فاهمين؟ يعني أنا بجري وأنا عارف بجري على إيه. ليس عن غير يبقى نفي النفي، فما حدش يفتكرني تايه بجري وخلاص. وفي واحد بيقول له يا اخي ارحم نفسك كل ده، يقول له انا مش بجري عمياني كده، انا شايف انا عامل ايه. هكذا اضارب، يقول له انت بتتخانق معايا كاني لا اضارب الهواء، يعني ما حدش يفتكرني بخبط في هواء، انا بحارب شياطين. بل اقمع جسدي، يبقى الركض والضرب او الحرب علامة الإنسان اللي فاهم الحكاية صح. الركض الجري والضرب يعني الحرب علامة الشخص الواعي لخطورة الموضوع ولأهمية السماء واليقين اللي قصاده. فيقول بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين، يعني عمال يجيب ناس لا أصير أنا نفسي مرفوضاً. يبقى حط حكاية الرفض دي بين اليقين والشك، حط حتة الرفض دي بين الرجاء والخوف. في خوف أبقى مرفوض وعندي رجاء أني مش هبقى مرفوض، لكن كلمة أخاف أطلع مرفوض كانت شغلة القديس بولس الرسول. وعشان كده أي تفكير غربي بينقل لنا فكرة ان انا ضمنت الملكوت احنا بنقلق منه جدا ونعتبره تفكير غير روحي. عشان كده الكتاب يقول امتحنوا الارواح، الروح القدس ما يقولش كده، الانجيل ما قالش كده، ما قالش واحد في نص حياته كده يقول انا حطيت الملكوت في كيف انا لن ارفض ابدا، لا. ما معناه كده؟ واحد بيقول انا لا يمكن ربنا هيرفضني، ايه هو الكلام؟ يعني تبقى احسن من بولس اللي قال لا أصير أنا نفسي مرفوضا. عشان كده هندرس بعض الشخصيات اللي كانت مرشحة تماما أنها يبقى لها مكانة كبيرة في السماء وانتهت بالرفض، مش عشان حاجة، عشان نخاف، لأن الخوف المقدس رأس الحكم، مخافة الله. والخوف المقدس يخلي الواحد يجتهد، وإحنا نحتاج قوي قبل الصوم يبقى عندنا شعور خوف، لحسن أصير مرفوض، لحسن صومي ربنا يرفض، لحسن جهادي ربنا يرفض، لحسن خدمتي كلها ربنا يرفض، لحسن صلاتي تبقى مرفوضة. وده ممكن؟ ممكن. ممكن واحد يصوم ويصلي ويخدم ويترفض؟ ممكن. إذن دي حاجة تخوف، بس احنا نحتاجين نخاف مش على سبيل الرعب ولا على سبيل انه اليأس خالص، لكن عشان نجتهد. الخوف يولد اجتهاد وغيرة وتوبة. بدأت حياة شاول الملك بتلمذة جميلة على يد صمويل النبي. صمويل النبي ده حاجة عظيمة جدا. وصمويل النبي ده خده هو عيل صغير كده، وربنا قال له هو ده اللي هيجي لك، وشاول وحط ايده عليه ومسح، وقضوا ساعات صمويل يوعي شاول تعمل ايه وما تعملش ايه. وكان شاول يقول حاضر حاضر حاضر، عندوش مشكلة خالص في أول حياته. وسمع تقريبا كل اللي قاله صمويل بالحرف لمدة إصحاحين ثلاثة،
يعني كذا سنة في مرحلة طاعة وخضوع لأب الروحي تمام. وربنا عمل بيه معجزات. شاول الملك ربنا اشتغل بيه زي ما اشتغل بداود وعمل معجزات، يعني غلب في حرب مش ممكن حد يغلب فيه. وبعدين بدأ بقى شاول ايه؟ يقع. طب وماله؟ يقع ويقوم، كلنا بنقع. لا، يقع وما يقومش، فيقع تاني. طب ما تقوم؟ لا ما بيقومش، يقع تالت. وعمال يقع، وهو بيقع بيبعد عن ابوه الروحي. ودي دايما حيلة من الشيطان، مش بس يوقع الواحد، يبعده عن التوب، يفصله عن الرجاء عشان يستفرد به. ونجحت حيلة الشيطان ورفض شاول أخيرا. في صمويل الأول 15، دي بقى بداية رسالة داود بعد ما كان عمل كذا وقعة سودة، يعني منهم ان هو قدم ذبيحة مطرح صمويل، وانه كسر الوصية صمويل لما قال له تذبح الغنيمة كلها امساب شوية من الغنايم، وعمل لخبطة كتير. فقال صمويل لشاول لا ارجع معك. قال شاول بيقول له ايه ساعتها؟ بيقول له ارجع معايا واكرمني قدام الشيوخ. قال له مش راجع معك. يعني شاول كل اللي همه وصمويل زعلان وعمال يعاتب فيه، بس كرمني قدام الناس. قال له ناس ايه انت التاني دلوقتي؟ ناس ايه؟ بقول لك ربنا زعلان، بقول لك انت كسرت وصية ربنا بعند، بقول لك عمال تقع مرة ورا التانية، خاف على روحك. قال له كرمني قدام الشيوخ. قال له لا ارجع معك، لانك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل. عارفين ساعتها عمل ايه؟ صمويل بقى ايه للخلف ضر وماشي، قام شاول مسك في جلابيته. ترجع يعني ترجع؟ شاول متكبر. قام قطع الجبه، يعني جلابيه صمويل اتقطعت. فقال له دي علامه ان مملكتك تتقطع عنك. الإصحاح اللي بعده بقى نكتشف حاجة غريبة جدا، إن صمويل ما بطلش يصلي عشان شاول. يعني إحنا في هنا صمويل الأول 15، في أول صمويل 16 نكتشف إن صمويل بيحب ابنه، فزعلان عليه ومش قادر يسيبه يهلك. فربنا كان بيجي لصمويل كتير. فقال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول؟ ما كفاية يا ابني عياط على شاول، أنا قد رفضته. هنا واحد يقول إيه ده؟ إيه الكلمة الصعبة دي؟ أنا قد رفضته؟ ينفع؟ ينفع. مش ده شاول اللي أنت اخترته قبل كده؟ أيوة أنا اخترته، بس أنا رفضته تاني. مش ده اللي أنت عملت معاه معجزة؟ مش ده اللي أنت كرمته؟ مش ده اللي خليت صمويل يحط إيده عليه؟ أنت اخترته، رفضته؟ أيوة رفضته. الحتة دي مهمة، يعني ممكن نبقى مختارين في وقت ومرفوضين في وقت. ممكن. قال له أنا قد رفضته، عشان محدش يجي على ربنا يقول ليه يا رب كده، ارجع للآية اللي قبلها، أنا لا أرجع معك لأنك رفضت كلام الرب فرفضك الرب. يبقى أول حاجة تخوفنا، اللي مش عاوز يسمع كلمة ربنا في نور أحمر بيقول له إيه؟ لو رفضت هتترفض، وربنا مش هيبقى قلبه وجعه، بس ما يعرفش يعمل غير كده. قريت تفسير للآية بتاعت إن كنا غير أمناء يبقى أمينا، تفسير فزعني. يعني أنا طول عمري فاكرها إيه وبفسرها على إنه لو إحنا أي كلام يعني غير أمناء وربنا كويس وأمين، فلقيت ذهبي الفم مفسرها عكس كده. لو إحنا غير أمناء هو لأنه أمين ما يقدرش يقلب الموازين ويجاملنا في الحق، يبقى هنهلك. طلع كلام مرعب، شوفوا ازاي. وذهبي الفم ده من مفسري الكتاب الفطاح، قال إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. يعني إن كان عليه نفسه يطلع كل عياله براءة، بس ما يقدرش ينكر الحق، ما يقدرش يجامل على الحق. طب ده رفضه ومصر على الرفض، ربنا يدخله السماء ازاي؟ فاهمين المعنى؟ فهنا في حاجات تخوف، احنا محتاجين نخاف. انت رفضتني وانا رفضتك، وهنا مش ربنا قاسي، ربنا عادل ورحيم لانه ادى بدل الفرصة فرص. انما فلنخف، لازم الواحد يخاف. ليه؟
هنا الكلام واضح، قال له ما تصليلوش تاني. طبعا احنا بنعملهاش في العهد الجديد دي غير لما الانسان تنتهي حياته في الشر، لكن طول ما الشخص عايش بنعتبر انه ربنا مديله فرصة توبة. لكن هنا بيورينا فكرة انه قد يرفض انسان بسبب موقف رفض مستمر. انا قد رفضت ان يكون ملكا، املأ قرنك دهنا وتعالى ارسلك الى يسا، انا شايف لي ولد هناك. تعالوا نشوف البدايات الحلوة. معلش انا بقول كل ده ليه، انا عارف انها محاضرة تقيلة على قلبي وقلبكم، بس محتاجين نخاف. لما نرجع نبتدي مع شاول كيف بدأ، نلاقي الراجل ده كان فيه فضلتين الواحد يتمنى يبقى زيه فيهم. شاول ده انا ممكن الواحد يعمل عليه مؤتمر في فضائله، وبعدين نبقى اخر المؤتمر نعزي بعض، حاجة مرعبة. انما في الاول شاول عنده فضلتين نتمنى نبقى عنده، متواضع بجد وبيقول حاضر فعلا، عنده طاعة وعنده تواضع، عملة نادرة. كان مطيع جدا لصامويل وكان متواضع، اتشتم وسكت. هنشوف في الاول كانوا بيتريقوا عليه، ما هو بقى فلاح بسيط، فشافوه قال ايه بيرتل معه، هو اساسا مش متدين على فكرة، فلما لقوه بيرتل مع ولاد الانبياء بقوا ولاد الحتة يقولوا اشاول ايضا بين الانبياء، مش يزعل لهم ده انا بقيت ملك، لا لا يضحك، زي لما تشوفوا انسان طيب يتريقوا عليه وهو يبتسم ويضحك، انت مش زعلان يعني بيتريقوا عليك، لا طب ده انت بقيت ملك مش مهم، انت قابلت صامويل مش مهم، وانا فعلا انا ايه اللي يعني ايه اللي قعدني مع الناس دول. اشاول ايضا بين الانبياء، من علامات التواضع ان الواحد ما يقفش ما يزعلش، هو كم كده ما بيزعلش، بيتريقوا عليه ما بيزعلش. وبعد كده كان صامويل يمشي بالحرف كده، يمشي زي ما صامويل يقول بالظبط، وجم يرسموه ملك، استخبى وسط الأمتعة، استخبى وجابوه بقى روح ربنا اللي قال لهم ده مستخبي، فروحوا جابوه. وبعدين لما قعدوه على كرسي المملكة بقى الناس بتتريق عليه تاني، لأنه عارفين بقى مدهول كده وفلاح غلبان وعاملينه ملك، فمش عارف يعني يتصرف. ففي ناس كتيرة احتقرته، الكتاب يقول احتقروه، فكان كأصم، يعني يسمع الناس بتحتقر هو ملك، هو في باله يقول ما انا فعلا معهم حق، معهم حق، ايه ده؟ ده احنا ولا ملوك ولا بتاع، لو واحد احتقرنا يعني يبقى الواحد بيحارب جوه نفسه وبيغله، انما هو يقول في باله معهم حق، انا ايه اللي يعملني ملك يعني؟ يعني حاجة جميلة جدا، شخصية جميلة. لو الواحد ما يعرفش بقية القصة يتصور ان ده لازم يبقى قديس عظيم، كان احسن من داود كمان. انما بدأ في تدهور، اول علامات التدهور كلمة العصيان او كسر الوصية. وتبدو الوصايا في اولها صغيرة يا جماعة، يعني ايه؟ يعني مثلا يوم ما قال له الغنيمة اللي تجيبها من الحرب تحرمها، ده وصية ضمن وصايا كتير قوي، فصامويل تصور انها يعني ما حصلش حاجة لما نركن كام خروف يعني من الغنيمة، يعني ايه هو شاول اخطيت. في ناس ساعات تفاصل في الوصية وتوسع الباب شوية، تحلل لنفسها بعض الامور يعني فيها ايه، مثلا 100 غنمة غنيمة، نموت 50 ونخلي 50 حتى للمحرق، وده يزعل ربنا برضو، سمعنا الكلام اهو، سمعنا الكلام. ما دخل صامويل وقال له ايه الصوت اللي انا سامعه، قال له ده عشان نذبح للرب الهك، قال له يا سلام، وانت ما تعرفش ان الاستماع افضل من الذبيحة، وربنا مستني ذبيحة، كونك تسمع الوصية بالحرف هو ده اللي يهمه. اذا في تدهور دخل، احنا بنتدهور ساعات لما الواحد يتهاون في حفظ الوصية، يجامل نفسه، يفوت لروحه حسب، لأنه ممكن تكون بداية انهيار. غلطة أكبر لما تخطى الكهنوت، ما هو بقى راجل شايف نفسه ممسوح مسيح هو كمان، فيها إيه يعني؟ انتوا عارفين الكهنوت لسه برضو في أوله، ويعني نفس صامويل النبي غلبان في روحه، فالحكاية يعني، فاختلط عليه الأمر عن جهل وعن كبرياء، وقدم ذبيحة
قال له قد انحمقت، اعرف حدودك، الزم حدودك، هتعمل فيها كاهن؟ انت مش عارف الجريمة دي قد ايه، ده قد كده صعبة، هتتكلم على صمويل ابوك مش هيعجبك في نظرك، ايه اللي جرى لك؟ قال له قد انحمقت. عارفين شاول رد؟ قال له ما انت اتأخرت، تدهور، تدهور يخوف، انت هتجيب اللوم على ابوك؟ طب ربنا عطل عشان يختبرك، بس انت مش راضي تقول انا غلطان، الحق قول قبل ما تترفض. اوحش تدهور وصل له بقى، نزل من قمة التواضع والطاعة اللي يصونه أي إنسان، يعني ده كان مصان بطاعة وتواضع، ودخل في كراهية. كراهية دي أسوأ بقى الخطايا، دي لما تاكل قلب الواحد تدمره. دي اللي كملت عليه يا جماعة، من ساعة ما كره داود وغار منه والحكاية مالت قلبه وعقله، وما شفناش شاول اتعدل تاني خلاص. وصمويل لم يقابله من ساعة ما ابتدت الغيرة المرة في قلب شاول، خلاص زي اللي ربنا قال له مفيش فايدة فيه، طول ما هو مستسلم للأفكار دي نشوف لنا سكة تاني. إنما اداله زمن توبة طويل. يقول ذهب روح الرب من عند شاول وباغته روح رديء من قبل الرب. وبعدين بقى بصوا تاني، الرفض ده مش بيجي في يوم وليلة يا جماعة، كل المراحل اللي قلناها دي لو كان شاول تاب كان اتقبل. حد فيكم يشك في كده؟ حتى لما حاول يموت داود كذا مرة، لو كان تاب كان رجع. إنما شوفوا التدهور يوصل ليه. شاول قتل 80 كاهن من كهنة الرب الأبرياء، جريمة في التاريخ بشع جدا. شاول الغلبان اللي يسمع الشتيمة بودانه ويقول ما حصلش حاجة معهم حق، توصل للأسوة دي؟ أبي أثار بقى لما خبى داود، وأبي أثار ما كانش عارف إن داود هربان من شاول، وقال له هو في أحسن من الرجل بتاعك داود، فموته هو وأبيته 80 كاهن. وبعدين انتوا عارفين في آخر الدنيا خالص، آخر عمره، راح دور على الجارية اللي فيها روح عرافة، أو الإنسانة اللي بتتعامل مع الشيطان، خلاص ده سلم نفسه للشيطان خالص. تقول له ايه بقى، هيموت ولا مش هيموت في الأرض؟ فصمويل يقول له ايه، لماذا تسألني والرب فارقك؟ بالظبط زي الرب رفضك، ربنا فارقك. حاجة تخوف. يبقى أول شخصية تخوفنا انه واحد كان مختار، ده مش خادم، ده مسيح الرب، يعني أكتر من كلمة خادم في زمانهم، وشاف معجزات واشتغل مع ربنا، ولو أب اعتراف ما يخرش الماي زي التعبانين بتوعنا النهاردة. إنما ده ابن صمويل النبي، صمويل ده يعني ما قديس عظيم جدا، لكن اترفض. شخصية تانية مرفوضة، شخصية يهوذا الإسخريوط. ربنا يسوع في آخر أسبوع يقول إيه، إن ابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب، يعني كده كده كان المسيح لابد أن يموت ويصلب. إنما يهوذا حشر نفسه في الخطة وبوظ الدنيا على دماغه. لأن في ناس تسأل وتقول مش كان يهوذا لازم يسلم المسيح؟ لا، لازم ليه؟ هو المسيح له المجد جاي يتصلب ويموت من أجل البشرية، وكده كده الرومان مع اليهود هيصلبوه يعني. إنما يهوذا باللخبطة اللي عملها دخل نفسه على الخطة. فعشان كده هنا بيقول ابن الانسان ماضي كما هو مكتوب، يعني افصلوا دي عن دي، محدش يفتكر ان المكتوب فرض على يهوذا الخيانه، لا بالعكس، ده يهوذا الخائن دخل نفسه في اسوأ خطيه في تاريخ البشريه، انه يخون المسيح ويصلب. ولكن ويل لذلك الرجل. طب حد برضه يفهم كلمه ويل يا جماعه، لان الناس تقول ايه ده المسيح بيكرهه؟ لا حاشا، مش بيكرهه. كلمة يا ويلو حتى لما قالها للكتب والفريسيين مش لأن المسيح بيكرههم، يا ويلو يعني وقعتك، مش يعني بيتكلم عن مصيرهم، المصير الوحش اللي مستنيهم، فربنا بيكشف لهم المصير مش لأنه كارههم خالص. طبعا ربنا بيكرهش عاد حتى أسوأ الخطاب، بدليل أنه بعد الكلام ده قبل أن يهوذا يبوسه وحط اللقمة في بقه وفضل يحايله ويقول له يا صاحب، يا صاحب دي يعني يا حبيبي.
فالمسيح قلبه مفتور على يهوذا لآخر لحظة ولآخر الأبدية. ربنا ما بيعرفش يكره حد، لكن كلمة ويل دي لأن المسيح شايف النتيجة، هو اختار الرفض واختار النتيجة دي. ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. أو خيرا دي تؤكد قلب المسيح، يعني ربنا يسوع ما كانش يتمنى أبدا النتيجة دي، كانش يحب له أبدا النهاية دي. البداية الحلو، احنا بنتكلم عن نهاية وبداية. البداية بتاعت يهوذا ايه؟ أسماء الاثني عشر رسولا هي هذه، الأول سمعان الذي يقال له بطرس، ويهوذا الإسخريوطي خد لقب الذي أسلم. إنما في الأول لما كان مختار ما كانش في كلمة الذي أسلم، فاهمين؟ يهوذا اللي من إسخريوط، بلدة اسمها إسخريوط، كان واحد من أفضل 12 مش ورا المسيح، واحد مرشح يبقى كوكب في السماء للأبد. فده اختيار، والمسيح ما بيغلطش في اختياراته. يعني احنا يمكن نغلط في الاختيارات، لكن هل يخطئ المسيح؟ عاش، اختار ناس كويسة طبعا. فيهوذا كويس، كويس جدا، مش بس كويس. وبعدين في نفس الإصحاح اشفوا مرضا، هل يهوذا شفى؟ شفى، يعني عمل معجزات طبعا. طهروا برس، يهوذا طهر برس. أقيموا موتى، يجوز. اخرجوا شياطين، أكيد، دي كانت حاجة عادية كل يوم. مجانا أخذتم مجانا أعطوا، دي ما عملهاش، دي الوصية. خلي بالكم اللي فات ده كله امتيازات، مواهب، سلطات، خد كل السلطات، بس كان معاها وصية. وصية مع السلطات دي كلها ايه؟ اوعى تتكسب من وراء المواهب دي. اوعوا يا اولاد، اللي اتكلم لل 12، تتكسبوا من الحكاية دي، انتوا خدتوها ببلاش، قدموها ببلاش، دي اللي معرفش ينجح فيها. وبعدين ربنا يسوع في متى 19، خلي بالكم انا ابتديت الكلام متى 26 عشان اقول لكم النهاية. متى 19 كان لسه يهوذا في الصورة، يعني بيقول لهم أنتم الذين تبعتموني، أنتم اللي مشيت ورايا في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. عارفين في السماء يا ولاد، كان يهوذا سامع الكلام ده، هتقعدوا معايا على مائدتي تدينون أسباط إسرائيل الاثناشر. طب يهوذا واحد منهم؟ آه، لغاية الوقت ده يهوذا ربنا بيوعده بمكان في السماء على مائدة المسيح له المجد، يدين العالم مع المسيح. مش مرفوض طبعا، لا، لغايه دلوقتي مش مرفوض. انما نفس الكلام، التدهور ابتدى ازاي؟ ابتدى بقى من ساعه ما ربنا استأمنه على الصندوق، وبعدين فضل ربنا ساكت ساكت فتره طويله قوي، انه بياخد وبيعامله كويس جدا، وبيكشف له في كل يوم ان هو فاهم وانه عارف انه بياخد من الصندوق، لعله يختش. وبعدين في يوم لما كان قاعد المسيح في أسبوع الألام، ودخلت ساكبة الطيب، وسكبت الطيب، اغتاظ التلاميذ وقالوا لماذا هذا الإتلاف؟ في متى 26 متى قال كلهم قالوا كده، إنما يوحنا الحقيقة حددها شوية وقال إيه؟ قال هذا، أتاري يهوذا اللي سوق الفكرة، يعني هو اللي مشى فكرة مش خسارة الفلوس، فابتدوا يقولوا وراه، وقعوا هم كمان بلسانهم وقالوا خسارة الفلوس، لكن أتاري مين اللي ابتداها؟ كان يهوذا. قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. يبدو أنه في زمن متى ومرقس ولوقا مش قادرين يكلموا كتير على يهوذا وخطيته، انما لان يوحنا كتب متاخر قوي، مش بعيد كانت الكلام ابتدى يتغير، يعني عاوزين الناس تلخبط المعايير. فقال لهم لا، يهوذا من الاول ما جاتش الخيانه فجاه، يعني يوحنا شرح متاخر اللي ما سبق الخيانه. التدهور ابتدى ازاي؟ التدهور ابتدى بمحبه فلوس، غلطه كلنا بنتحارب بيها، محدش بريء من الحته دي، ان الفلوس شويه تشغلك، شغلته، ضيعت حاجه ورا حاجه ورا حاجه لغايه ما وصل لمصيبه كبيره. وعشان كده لما راح لليهود كان الكلام على فلوس. تلاحظوا هو لما راح كان اهم موضوع
هما نقطتين اللي رايح اتفاهم فيهم، هاخد كام وتعرفوا ازاي، ادي اللي رايح اتفق عليه. تدوني كام يا عم؟ فكر، ده اللي اداك سلطان على الشياطين، ده اللي عملت معاه المعجزات، ده اللي رفعك وعملك بوسط الناس، ليك قيمه وليك كرامه وليك اسم، وانت حد كان يسمع عنك قبل كده؟ تدوني كام؟ هي نفس المشكله. وبعدين في الليله اللي اتصلب فيها وكان يهوذا قاعد، ربنا يسوع زي اللي مش عاوز يبص في عينيه من كتر ما حزين عليه، ومش عاوز يوبخه قدام حد، مش عاوز يجرحه، يقوم مسك بطرس. فاكرين الحركة بتاعت أرسانيوس لما قال هذا القلم لك يا أرساني؟ ربنا يسوع عنف بطرس تعنيف ومرضاش يعنف يهوذا، مع أن غلطة يهوذا أوحش، بس الكلام ليك يا جار. فاهمين المعنى؟ قال له سمعان سمعان، الشيطان بيغربلكم وأنا بصلي لك عشان لا يفنى إيمانك. افهم يا يهوذا، يعني الشيطان بيلعب بيكم، انت مش لوحدك يا يهوذا في القصة دي، اهو سمعان كمان بيتلعب بيه. فاوعى تيأس، بس حاسد من الشيطان، انذار ليهم كلهم. لا بطرس استفاد من الانذار ولا يهوذا على فكرة، حتى بطرس ما ركز. وبعدين جه انذار تاني، واحد منكم هيسلمني. خلاص بقى مفيش اوضح من كده، اخطيت يا رب وتركع وتبوس ايده، انا رحت بعتك امبارح خدت الفلوس، ما حصلش حاجه ولا يهمك يا يهوذا، كانت خلصت ليلتها على طول، وماله يا حبيبي، كده كده هيتامروا عليا، انا مش زعلان، كانت ممكن تعدي. انما هو ولا كانه عارف حاجه. طب ده انت اكتر واحد عارف ان المسيح بيعرف، انت ايه اللي جرى لك؟ ما انت عارف كويس المسيح بيقرا القلب والعقل. وبعدين يحط اللقمه في بقه يقول له روح خلص اللي وراك، يقوم يخلص اللي وراه، يرجع له بعد كذا ساعة قال ايه، ياخده بالحضن ويبوسه، يا صاحب لماذا جئت؟ كأنه بيقول له ايه، انا عمال اقول بلغتنا احنا طبعا ربنا دريان بكل حاجة، يا رب ما يجي، يا رب حاجة تعطل. فاهمين ازاي؟ مش عشان المسيح، المسيح كده كده هيتصلب، انما مش عاوزه هو اللي يبقى مجرم في حقه. شوفوا الحب وصل لايه، مش عاوزه يشترك هو في الجريمة دي، لأنه يا صاحب أنا اللي بيني وبينك كتير. المزمور بيقول آكل خبزي، ده اللي كلنا عيش وملح مع بعض، واللي كانوا بيناموا جنب بعض في الطل كده، تلاميذ كانوا يناموا في المركب جنب بعض، وكانوا يناموا في جبل الزيتون، يعني عشرة. يا صاحب لماذا جئت؟ كل ده اترفض، اترفض في الآخر. يا يهوذا أبو قبلة تسلم ابن الإنسان، ليه الرفض بقى حصل؟ يقول حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان أن يسلم. أقولها بطريقة تانية يا جماعة، إحنا لسه الشيطان ما بيقدرش يملأ قلبنا كفاية، بس لما بتفضل تتدهور تتدهور بيجي وقت الشيطان بيتملك ويحط اللي هو عاوزه في دماغك ما بتعرفش تقاوم. خلي بالكم، في ناس تقول طب ليه ما عرفش يفرمل فكرة الانتحار؟ تو ليت، لانه خلاص هو مخه بقى معمل للشيطان، فما عندوش اللي يصد، خلاص هو اللي دخل نفسه في حته مش عارف يرجع منها. انما قبل كده كان ممكن، فعشان كده احنا لازم، احنا في قبل كده ربنا يحمينا كلنا، بس احنا في مراحل لسه بنتدهور بنلخبط، بس احنا مش في الرفض، لا بعيد عنكم، احنا ما حدش فينا مرفوض لسه، يا رب ما حد يترفض، لكن احنا في تدهور، في تدهور احيان، وبنعمل خطايا زي كده واكتر، وارد، لكن ما وصلناش لحتة الشيطان مال القلب. ربنا يسوع شرح اللي حصل في يهوذا في مثل غريب قوي، فاكرينه المثل اللي اتكلم فيه عن الشياطين؟ قال الشيطان بيبقى في قلب واحد وبعدين يطلع، لما يرجع يلاقي البيت مكنوس ومزين وفاضي يجيب سبع ارواح اخر. الكلام ده حصل مع يهوذا بالظبط، الشيطان فضل يدخل ويطلع، يعني يلعبه يغريه، اسلم ما اسلمش اسلم ما اسلمش. وبعدين رجع الشيطان لقى البيت فاضي، يعني لسه الفلوس شغلاه والمسيح مش جوه، البيت فاضي يعني ما فيهوش مسيح. قال لا لا، ده انا اجيب شيطان الياس مع المعلم الكبير،
أجيب شيطان اليأس وشيطان الاحتقار لساكبة الطيب وشيطان كراهية التلاميذ وشيطان الغيرة وشيطان، أجيب كل الشلة بتاعتي بقى وعشش. طبعا بعد ما دخلوا دول كلهم فتصير أوائل هذا الإنسان، التعبير ده على يهوذا، أشر من أوائل، أواخر هذا الإنسان أشر من أوائل. يعني كل اللي فات كان ملحوق وماله الفلوس، مش مهم اللي خد فلوس مش مهم، والكلام البايخ اللي قاله مش مهم، والالتفاق مع الكهنة كل ده كلام بسيط عند ربنا. إنما بعد ما خلص على نفسه، ناخد شخصية كمان، عيسو أخو يعقوب. صدقوني أنا عشان أنا مغرب بشخصية يعقوب، ما في مرة تقريبا أوعظ على يعقوب إلا ولاقي سؤال وأنا طالع من الوعظة واحد يجي يقول لي إيه ذنب عيسو ولازم يدافع عن عيسو ويطلعوا ربنا ظالم. يعني حصلت عشرات المرات بجد مش مبالغ، الناس متعاطفة جدا مع عيسو عشان طبق العدس بجد الناس متغاظة لعيسو سلف لأنه بيضحك عليه، ما احنا كلنا دايما نتعاطف مع الغلبان اللي يضحك عليه، فعيسو اتضحك عليه. إذا عيسو في حتة كويسة، في حتة كويسة طبعا. عيسو ده جد أبونا إبراهيم، وده حاجة قليلة. عيسو ده أبو إسحاق اللي ما فيش أحلى من كده، يعني أبوه وجده شافوا المسيح بعينيهم. عيسو ده بيته، البيت اللي هو فيه هو الكنيسة الوحيدة اللي على الأرض، يعني ده متربي في العز برضه، العز الروح. فعيسو طبعا في حاجات كويسه في الاول، وعيسو الغلبان اللي بيضحك عليه، يعني يعقوب اوعى منه وامكر منه والام منه واناني اكتر منه. قولوا زي ما تقول مفيش مشاكل في الاول، في الاول مفيش مشكله. بعدين عيسو هو البكر، يعني هو الاحق بالبركه والاحق بكل حاجه حلوه بعد كده. طب ليه اترفض ده بقى؟ اترفض، بس مش لأن ربنا كان قاصد يرفضه خالص، ربنا قاصد ليه؟ ما هو غالي عنده وزي كل الناس. يقول بقى عنه بولس: لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو. خلي بالكوا بولس اللي بيشرح سبب الرفض، الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. القضية ما كانتش الأكل، هي السكة من أولها باينه ولا يتراجع منها أبدا. استباح لنفسه يبيع البكورية بأكلة، واستباح لنفسه كل حاجة بعد كده. زنا ما فيش مشكلة، قتل ما فيش مشكلة، مش عاوزينه يترفض، ما هو لازم يترفض. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، هي كلمة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. كلمة رفض موجودة في الكتاب كذا مرة، اترفض مع انه بكى. احنا لما شفنا عيسو بيبكي وبيقول، عيسو بكى بحرقة وتمسكن وقال له اما بقيت لي بركة، بيقول لابو اسحاق كده، اسحاق قال له لا، من البركة من اللي انت فاكره، لا هتاخد لك يومين في الدنيا كويسين لكن مالكش نصيب، لانه رفض. توصل ان واحد يبكي ويترفض ممكن، بس هنا طبعا اشارة الى البكاء ما بعد زمان التوبة. البداية الحلوة، صلى اسحاق الى الرب لاجل امرأته فاستجاب له الرب فحبلت رفقة. اذا عيسو اتولد بايه؟ بمعجزة، بالصبر. وعادة اللي بيتولد بعد صلاة طويل وبعد معجزة ده ابن البركة، يعني صمويل زي كده، يوحنا المعمدان زي كده، أمهاتهم كانت عواقر، إذا جم بمعجزة وجم بصلوات طويلة، إذا فرصة إنه يطلع قديس دي فرصة سهلة، لأنه واضح إنه جاي من صلاة كتير. وبعدين أقل مكرا، لأنه قال له أطعمني من هذا الأحمر، قال له خد. وبعدين حبيب أبوه، يعني إسحاق برضه راجل طيب وحلو، أحب إسحاق عيسو. ما هو برضو لو الولد متعب من كل ناحية ما كانش تحب، إنما عيسو تحب، أبوه بيحبه. طبعا فيها غلطة التمييز، لكن يعني من ناحية أنه أكيد في حتة حلوة، طبعا في حتة كويسة. إنما شوفوا التدهور ابتدى إزاي مع عيسو، ابتدى بشعار سيء جدا جواه، قال إيه؟
لما جت أول امتحان حكاية العدسة دي، قال في باله: ها أنا ماضي إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ موت إيه يا عيسو؟ هو أنت إحنا عندنا حد بيموت؟ قال: ما في الآخر كلنا شوية تراب، فرقت إيه أنا البكر ولا أنا التاني؟ ده تفكير إيه؟ بتاع الدنيا ده، فلنأكل ونشرب، ها؟ لأننا غدا نموت. هي نفس الشعار، قاله عيسو: إحنا ناكل النهاردة وننبسط النهاردة وبكرة كلنا هنموت. بكرة كلنا هنموت؟ وأنت تعرف ربنا؟ أي حد يعرف ربنا ما يقولش كده، ما يقولش آكل النهاردة وأموت بكرة، ما يقولش أغلط النهاردة وحلني بقى إذا كان في دينونة ولا ما فيش، دي لغة الدنيا. إذا التدهور يبتدي بفكرة، بيقول واحد في نفسه: هيحصل إيه لما أغلط؟ لا هيحصل كتير. ممكن تترفض. هيحصل إيه لو ما صليتش؟ لا هيحصل كتير. هيحصل إيه لو ما صمتش؟ هيحصل. ما هو أنت ده كانت غلطة صوم، ما كان كمل صيامه ساعتين تاني وبطل على العدس ده، كانت عدت. ويقول: فاحتقر عيسو البكوري. يعني إيه؟ طب بعد ما كل كان ممكن يحصل ايه؟ يندم. يعني بعد ما كل عادة الواحد ايه؟ يعني ممكن في الصيام واحد يقول هصوم انقطاعي وبعدين يتعب فياكل، وبعد ما ياكل يقول يا ريتني كملت اليوم صيام، مش كده؟ واخدين بالكم؟ يعني ممكن يحصل معانا كده ان الواحد ما يقدرش يتجدع عن كفاية، انما بعدها يقول يا ريتني. انما عشان يحايل روحه بدل ما يقول يا ريتني ما كلت، احتقر عيسو البكوري. يعني بقى يقول لنفسه: وفيها ايه اللي انا عملته؟ هي فعلا حاجه ما تستاهلش يا اخ. ايوه انت يعني خلاص غلطت، طب قول لنفسك انا غلطان وخلاص. هي الحكايه اصلها مش عدس ولا بكوريه دلوقتي، مش قضيه. لا، فضل مصر ويكابر جواه: انا ما غلطتش، فعلا العدس اولى. طب انت بقى ماشي في سكة خوف فعلا، اللي هي سكة عدم التوبة. خلي بالكم، الخطية ايا كان نوع الخطية، كان شاول ولا يهوذا ولا عيسو، ايا كانت الخطية، هي مش مشكلتها بذاتها، مشكلة ان ما جاش وراها توبة. فتيجي خطية فوق منها تشد لتحت اكتر، نستنى توب، مفيش، تشد اكتر مفيش توب، تنتهي برفض. وبعد كده يقول: في سن الاربعين اتخذ زوجة ابنة بير الحسي وبسمة ابنة إيلون الحسي، فكانت مرارة نفس الإسحاورف. وصلت بقى العند، بقى عند بياخد وثنيين وبيجيب ستات ولا أبوه ولا أمه را موافقين عليهم. طب خد بركة أبوك، ده أبوك ده أبوه اللي جوزه. يعني شوف إسحاق بقى الفرق عن عيسو وإسحاق. إسحاق الراجل ما اختارش خالص، أبونا إبراهيم بعت لعازر الدمشقي رجع بالعروسة، وإسحاق على طول من طبته حب رفقة والدنيا كانت جميلة. عيسو لما اختار زوجة اختارها على عكس رغبة أبوه وأمه. شوفوا التدهور وصل لإيه؟ عند بقى وقسوة قلب وما يعرفوش ربنا وما التزمش بالخط بتاع لازم من العيلة. إنما يعقوب راح برضه بالرغم من اللخبطة بتاعت يعقوب، راح خد بنات خاله. يقول: عندما سمع عيسو كلام أبي صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا. ربنا يحمينا، دايما يقول الأباء هي دي صرخة الدينونة على فكرة، دي مش صرخة توبة. بدل مرة جدا يبقى ما لهاش تصليح. يعني احنا ممكن نصرخ في التوبة لكن المرار ده حلو على الأرض، لكن مرة جدا إشارة إن لا عودة، خلاص مفيش تراجع، لأن لما إسحاق نطق بالبركة تسجلت في السماء زي يوم الدينونة، خلاص مفيش تراجع بعدها. وقال لأبي: باركني أنا أيضا يا أبي. قال له: جه أخوك بمكر وضحك علي. ثم قال: أما بقيت لي بركة؟ قال له: لا، ما أنت ضيعت كل حاجة. فحقد عيسو على يعقوب. برضو كنا ممكن نقول إيه؟ لو كان عيسو بعد اللي عمله ده استغلط نفسه وقال بصراحة برضو أنا غلط، أنا من الأول ما استاهلش، ما انا بعت البكوريه كان لازم نتيجه طبيعيه ان ماليش بركه. ما هو من ناحيه الحق كمان يا جماعه، اللي باع البكوريه، تصور انت بعت ارض لاخواتك، تيجي تتخانق وتقول الارض دي يا جماعه بتاعتي، ما انت بعتها قبل كده. من ناحيه الحق والورق بصراحه عيسو ما يستاهلش البركه، انما هو لا، هو ما بيشوفش غلطه ابدا. اخويا يعمل كده؟ طيب اخوك عمل كده، اخوك وحش طماع في حاجات، بس انت اللي بهيح، انت ما تستاهلش طبعا.
وانتهينا بالهلاك. مرفوض يقول ايه؟ لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو. طلع وصلت بقى للاستباحه والزنا، حياته كلها مشت وحشه على فكره للاخر يعني. عشان كده الكتاب حط لنا عيسو كمثل لشخص مختار طبعا، وفي حد حفيد ابراهيم بالسهل، وانتهى نهايه وحشه، نهايه الربط. وفي ملاخي يقول احببتكم قال الرب، وقلتم بما أحببتنا، أليس عيسو أخو يعقوب؟ يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. خلي بالكوا، أبغضت عيسو مش عيسو كشخص، عيسو كمنهج في الحياة، كخطية الذي احتقر البركة والبكورية، اللي فضل مستبيح وزاني للآخر. فهنا ربنا بيوضح أنه في الآخر أنا أبغضت طرق عيسو. الرب تخلص. مثل آخر لمرفوضين، حنانيا وسفير، كابل جميل قوي، دخلوا الإيمان وعلى يد الآباء الرسل، وبعدين إيه، بيصلوا مع الناس وبيصوموا مع الناس وحاجة فل. وبعدين شايفين بقى نهضة روحية جميلة في الكنيسة، كل واحد معاه قرشين بيجيبهم للكنيسة. فقال لمراته إحنا نعمل، إحنا مش أقل من الناس، إحنا نعمل زيهم. نعمل يا حبيبي، يلا. باعوا الحقل، عرضوه للبيع وجاب سعر كويس، وفرحانين خالص. انا الف قصه، وايه، في ليله كده ناويين تاني يوم ياخدوا الفلوس ويودوها لبطرس ويبقوا فرحانين قوي. اتباع مثلا بنص مليون. وبعدين بالليل بيقول لمراته ايه، سفيره، هو النص مليون مش كتير؟ احنا هنعرف نجيب نص مليون تاني؟ تقول له انا برضو بقول كده. طب ايه رايك ندي ربع؟ قالت له او مال، نقول لبطرس الرسول خد ربع واحنا ربع. لا لا لا، ما احنا لو قلنا له، افرض قال للناس دول باعوا وجابوا نص حق الحق، شكلنا وحش. انت ما شفتيش برسابة عمل ايه؟ الحقل بتاعه اكبر مننا وجاب الفلوس كلها. لا احنا مش هنقول، بلاش نقول، نجيب النص بس. قالت له بدل مش هنقول، على ايه النص؟ ما نخليه الربع برضه، ما حدش عارف بكره، ويمكن ما عندناش عيال يدفنونا ومش هنلاقي علاج. وكلام شكله منطقي، وليلة سودة. لأنه الكلام شكله مش حاجة وحشة يعني، حكاوي. ويروحوا البطرس لغاية دلوقتي على فكرة، غلطات تعدي، كلنا بنقع في حاجات زي كده. إنما المشكلة إيه؟ ان ربنا عاوز يشاور على ان في تدهور خطير، في تدهور وحش. فبطرس مشكلته بقى سأل سؤال، انتوا بعتوا بالفلوس دي؟ السؤال ده بقى في تقرير مصير. ليه؟ ربنا كشف لبطرس ان الجماعة دول بيتجملوا، عاوزين يبانوا بمنظر كويس، برضه خطية. ما كلنا في الاعتراف نقول نحب الناس تشوفنا كويسين، خطية، ماشي، توب، ربنا يسامحك. وطبعا الرياء ابن عم الكذب، ما هو اللي بيرائي بيكذب لأنه بيتجمل، فمش بيقول كل الحقيقة، يبقى لازم فيها كذب. إنما ده بينك وبين بطرس بقى، يعني مش قدام حد، وده رجل الله، المفروض يقول له إيه؟ بصراحة إحنا بعنا وما قدرناش نجيب الفلوس كلها. بطرس يقول له ماله يا حبيبي، ما حصلش حاجه، كتر خيرك قوي على الفلوس، وعلى فكره لو عاوزها خدها كمان، ومش محسوب عليك ولا خطيه حتى لو خدت الفلوس دي، لان ربنا ما قالش لازم نبيع، ما قالش. خلي بالكوا عشان في ناس تفتكر ان لازم، لا مش لازم خالص، مش لازم خالص حد يبيع، مش فيش اكراه ابدا في دي، ويفضل من شعب الكنيسه ويتناول كل حاجه. إنما هو مش عاوز، هو عاوز يفضل في الصورة اللي هو رسمها لنفسه، أنا لا أقل عن برسابة، ده أنا زي الناس البهوات اللي بيجيبوا ملايين. فبطرس يقول له أنت بعت ليه أساسا؟ ولما بعت مش كانت دي فلوسك؟ لكن أنت بتكذب. بطرس على فكرة ما قالوش موت، ما قالوش كده، قال له أنت بتكذب على ربنا. هو قال كده وطب ساكت. جت سفيرة ما عندهاش خبر، سألها نفس السؤال، قال يمكن دي تبقى أحسن. نفس الكذب، نفس الغش. بداية حلوة، بداية حلوة جدا،
ده من الكنيسة الأولى، والناس راحت بطيب خاطر تبيع عشان تجيب تبرعات. يعني في صلاة، في صوم، في إيمان، في كل حاجة، في معمودية، طبعا كل الخطوات دي عدوها. لكن التعبير اللي قاله الكتاب اختلس من الثمن، دخلنا في سرقة. طب ما دي فلوس، ما انت سرقت من ربنا لأنك كنت ناوي تديها لربنا، فمش مفروض تعمل كده. وبعدين حتى لو اختلست برضو ديتها، تقول له بطرس أخطيت سامحني ما قدرتش، بس ما تكذبش على رجل الله. وانهارت الحكاية خالص. يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ نفس التعبير اللي جه على مين؟ حد فاكر؟ على يهوذا. هي دي السبع شياطين. خلي بالكوا الحكاية ابتدت صغيرة قوي، دلوقتي في رياء، في كذب، في كبرياء، في اختلاس، في اتفاق وحش في الضلمة، في حاجات كتير، شياطين كتير اتجمعوا. الشيطان ملأ قلبه. أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع لم يكن في سلطانك، ما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر. وبعدين أنت قول يا سفير أبهذا المقدار بعتم الحق؟ قالت نعم. ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب؟ لا تجرب الرب إليك. وقع ومات، وهي كمان وقعت وماتت، وهنا يبان الهلاك. أختم بجد بآيات عن الرفض بس. في تيموساوس، في تيتوس واحد يقول إيه؟ يعترفون بأنهم يعرفون الله زي حالتنا، ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. عارفين معناه إيه؟ يعني مهما عملوا أعمال صالحة أنا مش ربنا مش قابله. ليه؟ لأن هم بيقولوا يعرفوا ربنا بس حياتهم ما فيهاش ربنا، فمهما عملوا مرفوضين، لأن ربنا ما يحبش التمثيليات. إذا كلنا لازم نخاف من الرياء، لأنه لألا كل الأعمال الصالحة بتاعتنا يتقال عليها قد استوفوا أجرهم. مش الناس سقفت لك؟ مش الناس مدحتك؟ مش خدت بيها مركز في الدنيا؟ ناس تاني يقول كما قاوم يانيس وأمبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، وناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. دول ناس كانوا في القرن الأولاني بيعندوا مع بولس وتيموساوس وبيعلموا غلط. دول ناس من الكنيسة مؤمنين، يعني دخلوا الكنيسة وتعمدوا كل حاجة، بس ابتدوا يعلموا الناس غلط ويقفوا بولس وتلاميذه. قال لهم يا جماعة، وقت موسى يانيس وأمبريس دول السحرة كانوا بيعملوا معجزات وبيدعوا أن ربنا معاهم، بس في الآخر راحت عليهم. ما موسى رمى العصاية جاب التعبان، هم برضو جابوا تعابين، مش كده؟ لكن في الآخر دول اتنسوا وتركنوا لأنه ما يقدروش على موسى. فهنا بيقول له إيه؟ دول مخهم ملخبط وناس فاسدة أذهانهم من جهة الإيمان مرفوضين. يعني إيه؟ طول ما إيمانهم ملخبط يبقى هم مرفوضين عند ربنا. حتى تخاف، ما تقولش انه واحد تعليمه غلط بس بيعمل خير، لا، ما هو تعليمه الغلط يخليه مرفوض مهما عمل خير. معلش، يبقى حاسب، امشي في الايمان المستقيم عشان كل اللي تعمله يبقى مقبول عند ربنا، مش يبقى مرفوض من عند ربنا. مثل آخر، آية أخرى تقول إيه؟ جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. حاجة تخوف يا جماعة. تصور الواحد يقعد مع نفسه ويدور على المسيح جواه، ولو ما لقاهوش جواه يبقى مرفوض، ما ينامش، تبقى حاجة تخوف. يسوع المسيح هو فيكم لو ما كنتش مرفوض. طب لو قعدت تدور جوه ما لقيتش المسيح، لقيته طفشان زعلان، تبقى مرفوض، وانت عارف بالظبط ايه اللي يخلي المسيح يسيب البيت. عادة قبل ما يتجوزوا اي كابل بقعد معاهم من ولادنا، وديهم كده الوصايا العشر. اول كلمة اقول ربنا في البيت، وبعدين اقول لهم في حاجات تطفش ربنا من البيت. زي ايه؟ يقولوا على طول، محدش مش عارف بصراحة، محدش مش عارف. يقولوا بقى الخصام والنكد والكذب اكتب. فإذا كنت بتدور على المسيح في بيتك أو في قلبك وما تلاقيهوش، تبقى مرفوض، تبقى حالة خوف، ما تسكتش على روحك، لأن طالما في نفس يبقى لسه. الرفض يعني إيه؟ حاليا لو مت تبقى مرفوض،
إنما طالما ما متش الحق، التوبة مقبولة. لكن تبقى عارف مع نفسك، أنا لو مت النهاردة مش هروح السما، لأن بصيت جوه ما لقيتوش قاعد، مش موجود، مش موجود ليه؟ في النكد وفي الخصام وفي الكذب وفي الزنا وفي، يبقى ما ينفعش يكون موجود. قال الرب لصمويل: لا تنظر إلى منظر وطول قومته لأني قد رفضته. أهو مثل تاني. ليه؟ في ناس طول ما الواحد معجب بشكله، منظره، فلوسه، مكانته، مرفوض. طول ما الواحد حاطط قيمته في حاجة غير المسيح اللي فيه يبقى مرفوض. قال أنا ببص على القلب، ده جوه ما فيهوش ربنا. داود ملوش منظر بس جوه ربنا، بس المنظر ده ما فيهوش ربنا. في مراسي ثلاثة بقى نختم بكلمة معزية تقول إيه؟ السيد لا يرفض إلى الأبد. كلمة بقى كل اللي فات تنسوه عشان تاكلوا كده أكلة هنية وما تكتئبوش، إنما كلمة مريحة نتعلق بيها في الآخر: لأن السيد لا يرفض إلى الأبد. يعني إيه؟ يعني طول ما أنت عايش، حتى لو قلت أنا النهاردة مرفوض، بدل لسه ليك عمر، يبقى لا، رفضك مش نهائي ولا حاجة. إن أحسنت فلا رفح، السيد لا يرفض إلى الأبد. فتأكد إن الكلمة دي بتاعتك، حتى لو بصيت وقلت طب ده أنا أكيد مرفوض، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.